استقبل مولودية وهران في المركز التاسع بثماني نقاط، وكان ذلك دون جمهور. البداية في هذه المباراة كانت لشباب بلوزداد، وبشو في هذه الكرة يضيع الرأسية. ردة فعل مولودية وهران جاءت بهذه الطريقة، فهم بوعزة يفتح وناجي يضيع أمام الحارس مزيان. مباشرة بعدها ردة فعل شباب بلوزداد تأتي بضربة جزاء لصالح بالخ الذي نفذ وضيع التسديدة، وذلك بحضور مسيري الفريقين في المدرجات. دقائق بعدها بالغ يعود من جديد ويطالب مرة أخرى بضربة جزاء، لكن الحكم أعرب تفطن لذلك ومنحه بطاقة صفراء للتمويه. المباراة توصلت هذه المرة دائما لصالح شباب بلوزداد التي ضيعت مرة كرة أخرى عن طريق شتال. فهم بوعزة رد في آخر الشوط الأول بركنية اصطدمت بالقائم وإلى خارج المرمى. في الشوط الثاني نسيم يطو يقوم بعمل فردي جميل، الكرة إلى فريفر الذي يفتح ناجي على مرتين ويسجل الهدف الأول لمولودية وهران، وكان ذلك وسط فرحة الزملاء من اللاعبين. الإعادة تبين صحة وشرعية الهدف. شباب بلوزداد أراد أن يعود سريعا في المباراة، وشتال يمنح الكرة لبشو الذي يضيع أمام الشباك. الشباب عاد من جديد، بشو يقدم كرة جميلة لسالمي الذي يفشل في التسجيل أمام براعة الحارس معزوزي، لتنتهي المباراة بهدف دون رد لمولودية وهران.